بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الحادي عشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا شباب هنتكلم عن الدرس الثالث في مادة الاقتصاد. طبعا مرحبا بكم عبر منصة مدرسة التميز النموذجية. النهاردة يا أولاد هنتكلم عن درس جديد من دروس مادة الاقتصاد، وهو بعنوان طبيعة المشكلة الاقتصادية، صفحة 211. الدرس بيتكلم عن ايه يا اولاد؟ بيتكلم عن المشكلة الاقتصادية. تعريف المشكلة الاقتصادية هي عبارة عن وجود ندرة نسبية للموارد الاقتصادية المتاحة بسبب حاجات الافراد المتزايدة في ظل محدودية الموارد الاقتصادية. إذن يا أولاد المشكلة الاقتصادية معناها إن أنا بتبقى عندي ندرة أو عندي مشكلة في الموارد الاقتصادية اللي هي بتبقى قليلة، بتبقى قليلة، وبالتالي لازم أحل المشكلة الاقتصادية دي، خلاص؟ فالندرة يقصد بها توافر الموارد الاقتصادية ولكن بكميات محدودة، يعني مثلا عندي كميات محدودة من الأرز، من القمح، فدي مشكلة، فلابد ان انا اتحرك واحل المشكلة دي لاني لازم البي حاجة المجتمع والحاجات البشرية من حولي، تمام؟ دي اسمها الندرة يا اولاد. طيب، لاحظ الشكل التالي والمصمم السهمي او المخطط السهمي لخصائص المشكلة الاقتصادية. طبعا المخطط ده يا شباب مهم جدا، بيجي في الاختبار على طول، اختبار الفاينل، اختبار القصير، لازم يعني ادير بالي عليه. فمثلا عندي المخطط ده، المشكله الاقتصاديه بتتكون من المشكله الاقتصاديه او لا بتتكون من الندره الاختيار التضحيه، الندره الاختيار التضحيه، تمام؟ طيب عندي مثلا زي ما انتم شايفين كده الاشكال دي يا اولاد، زي ما انتم شايفين كده الاشكال، بيقول لي استعين بالكتاب صفحه 211 212 وفرق بين كل من الندره الاختيار التضحيه. اول حاجه الندره معناها توافر موارد اقتصاديه محدوده اقل من حاجه السكان، اقل من حاجه الفرد او السكان من السلع والخدمات، يعني انا عندي الحاجه موجوده بس قليله مش متناول الجميع، دي فيها ندره. طيب الاختيار، الاختيار معناه اختيار كميه السلع والخدمات من بين عده بدائل لانتاجها حسب اهميتها للمجتمع، يعني ان انا اختار حاجه مهمه لي، تبقى عندي كذا نوع بس اختار المهم والاحسن لي. التضحيه يا شباب معناها اختيار السلع وخدمات محدده مقابل التضحيه بسلع وخدمات اخرى، بمعنى ان انا مثلا عايز مثلا اروح اسافر، عاوز اطلع عطله، عاوز اعمل كذا، فلابد ان انا اضحي بشيء مقابل شيء، يعني انا اضحي بسلعه مقابل سلعه اخرى، ماشي يا اولاد؟ لكن الندره ما فيهاش مليان للتضحيه، والاختيار بتبقى عندي اعداد كبيره، تمام كده؟ طبعا نلاحظ من خلال الحوار والمناقشة ان هناك سبل لمعالجة المشكلة الاقتصادية، زي يا اولاد ماذا ننتج من سلع؟ كيف ننتجها؟ لمن ننتج؟ دي كلها ايه؟ اسئلة. الاسئلة دي يا اولاد ممكن ان انا لو جاوبت عليها اقدر احل المشكلة الاقتصادية اللي عندي. يعني انا عندي مثلا سلعة معينة مش موجودة او بعاني في مشكلة منها، فابتدي اجمع الناس الاقتصاديين او الناس اللي بيعرفوا الموضوع ده واقول لهم يعني ازاي ننتج السلعه دي؟ ازاي نوفرها؟ طب عاوزين نعمل مصانع ليها؟ طيب اذا صنعناها هل هنلاقي ليها زباين؟ وهل نلاقي لها مشتري؟ او ليها اسواق نصرفها فيها؟ من خلال الاجابه على الاسئله دي يا اولاد اقدر بكل سهوله ان انا احل اي مشكله عندي. أقدر أحل أي مشكلة عندي، تمام؟ بسبب بيقول لي
طبيعه المشكله الاقتصاديه، بيقول لي بسبب ندره الموارد الاقتصاديه المتاحه مقارنه مع الحاجات البشريه، توافر الموارد الاقتصاديه محدوده اقل من حاجه الفرد من السلع، اختيار كميه من السلع والخدمات من بين عده بدائل لانتاجها حسب اهميتها، هو اختيار سلع وخدمات مقابل التضحيه بسلع اخرى. تفسير الندره النسبيه للموارد الاقتصاديه بسبب ندره الموارد الاقتصاديه المتاحه مقارنه بالموارد الاخرى. لاحظ الشكل ونعمل مخطط سهمي فرق بين الندره والاختيار والتضحيه. طبعا عندي الجدول يا اولاد، في الندره هي توافر الموارد الاقتصاديه محدوده، الاختيار عندي كميه كبيره بين السلع والخدمات بختار بين احسنها، التضحيه اللي هو اختيار سلع وخدمات محدده مقابل التضحيه بسلع اخرى. اقترح سبل لمعالجه مشكله التضحيه الاقتصاديه. انواع النظم الاقتصاديه، شوفوا يا شباب معايا، اقتصاديات السوق، اقتصاديات التخطيط المركزي، النظام الاقتصادي المختلط، النظام الاقتصادي الاسلامي. انواع النظم الاقتصاديه، هناك اربعه نظم اقتصاديه رئيسيه سنتناولها بايجاز. اقتصاد السوق، ان هذا النظام يطلق عليه، كذلك الاقتصاد الراسماليه والذي يقوم على اساس الحريه والتملك، ده اسمه اقتصاديات السوق اللي هو يعني فكر حر نادى به العالم الاقتصادي ادم سميث في القرن الثامن عشر. ومن الدول اللي بتطبق هذا النظام الحر يا اولاد امريكا، اللي هي الولايات المتحده الامريكيه، واليابان والبانيا وكوريا الجنوبيه، وهناك تفاوت في درجه تطبيق الاقتصاد الحر. طب الاقتصاد الحر هو نظام حر في الاقتصاد نادى به العالم الاقتصادي ادم سميث، وفي دول بتطبقه زي امريكا واليابان والبانيا وكوريا الجنوبيه. النوع الثاني اسمه اقتصاديات التخطيط المركزي، ده بعدها بيعتمد على نظام مستمد من الفكر الاشتراكي حيث تبناه الالبانيان كارل ماركس وفريدريك انجلز في القرن التاسع عشر في نظريه نزع ملكيه الراسماليين للموارد الاقتصاديه واعاده توزيع الثروات بين افراد المجتمع. ومن اهم الدول التي تبنت هذا النظام ما يسمى بالفكر المركزي في القرن العشرين، كوريا الشماليه وكوبا والاتحاد السوفيتي الاسبق ما بين عام 1922 والصين 1949. النظام الثالث النظام الاقتصادي المختلط، بما ان هناك صعوبه لدى الدول بتطبيق النظام الاقتصادي المختلط او الكامل بسبب اختلاف تعامل هذه الدول مع الموارد الاقتصاديه النادره وبسبب تباين التجارب الناجحه، لجأت بعض الدول لتبني نظام اقتصادي مختلط لتلافي الصعوبات والعيوب في نظام الاقتصاد السوق ونظام التخطيط المركزي، وتجمع خصائص كل من النظامين في نظام واحد اللي هو يقول عليه النظام الاقتصادي المختلط. ماشي يا اولاد؟ وفي دول بتتبنى برضه النظام ده يا اولاد، خلاص معظم الدول بتتبنى هذا النظام. تبقى انا عندي انواع الانظمه الاقتصاديه ثلاثه، اقتصادات السوق، اقتصاد التخطيط المركزي، اقتصاد النظام الاقتصادي المختلط اللي هو بيجمع بين الاثنين. طبعا دي يا اولاد صور اهي يا شباب، كارل ماركس وده ادم سميث. صفات النظام الاشتراكي، الملكيه العامه للدوله للموارد، التخطيط المركزي للنشاط الاقتصادي، تحدد الحكومه كميه الانتاج وتوزيع الدخل بين الافراد. اما صفات النظام الراسمالي فهي عباره عن الملكيه الخاصه للموارد الاقتصاديه، حريه المنافسه بين البائعين، تحقيق اعلى الارباح سواء للمستهلكين او للمنتجين. تبقى عندي نظام الرأسمالي نادى به كارل ماركس، وأهم صفاته الملكية الخاصة، حرية المنافسة بين البائعين، تحقيق أعلى الأرباح سواء للمستهلك أو المنتج. أما النظام الاشتراكي فنادى به آدم سميث، وهو الملكية العامة للدولة، التخطيط المركزي للنشاط الاقتصادي، تحدد الحكومة كمية الإنتاج وتوزيعه بين الأفراد بالتساوي والدخل. وده يعتبر يا اولاد ايه؟ من الانشطه اللي هي الاشتراكيه اللي كانت بتطبق في الصين وبتطبق في الولايات المتحده، اسف، في الاتحاد السوفيتي سابقا، وكان بتطبق في كوبا. الدول دي كانت بتطبق النظام ده اسمه النظام الاشتراكي. النظام الاشتراكي ده برضه يا اولاد يعني اصبح الحين صعب ان انت تطبقه.
ثالث نظام وهو النظام الاقتصادي المختلط اللي هو بيجمع بين النظام الرأسمالي والاشتراكي. ولجأت كثير من الدول لتبني النظام المختلط لتلافي عيوب النظم الأخرى. معظم الأنظمة يا شباب الاقتصادية في دول العالم حاليا بتطبق النظام المختلط، بيجمع بين خصائص النظامين في نظام واحد، الملكية الخاصة والملكية العامة للموارد، تقوم الحكومة بدور تنظيم الحياة الاقتصادية. أربعة، النظام الاقتصادي الإسلامي. إيه هو النظام الاقتصادي الإسلامي يا أولاد؟ ده بيقوم على الأنشطة الاقتصادية على أساس قواعد وأسس الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. ماشي يا أولاد؟ المشكلة الاقتصادية ليست ندرة الموارد فقط، بل سلوك ومعاملات الأفراد في المجتمع. الزكاة تقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية عن طريق مساعدة الفقراء والتوزيع العادل للدخل. تبقى إذا أولاد النظام الاقتصادي الإسلامي نظام ممتاز، بيقوم على أسس الشريعة الإسلامية، شريعة الإسلامية، بيستمد من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. المشكلة الاقتصادية ليست ندرة الموارد زي ما قلنا في الأول، بل هو سلوك ومعاملة أفراد واتجاه اقتصادي في الدولة. أيضا عندي نظام في الإسلام اللي هو الزكاة. الزكاة دي شيء جميل جدا وحل اقتصادي، نقدر ما نخليش فقراء في المجتمع. لو كل واحد غني طلع الزكاة ووزعناها على مبدأ العدالة، صدقوني يعني الفقراء هينتهوا خالص، مش في أي فقراء في المجتمع، وهتبقى توزيع عادل للدخل. وده يعني أحسن نظام اقتصادي في العالم هو النظام الاقتصادي الإسلامي. ماشي شباب؟ طبعا عند الكتاب المدرسي صفحة 216 بيقول لي أسلوب الأنظمة الاقتصادية لحل المشكلة. تركز الأنظمة الاقتصادية السابقة على مجموعة من القواعد تؤثر في طريقتها وأسلوبها في التعامل مع المشكلة الاقتصادية. والجدول التالي يوضح باختصار أسلوب الأنظمة الاقتصادية المختلفة لحل المشكلة الاقتصادية بناء على ثلاثة معايير رئيسية: معيار نظام ملكية الأفراد الموارد الاقتصادية، ومعيار دور الحكومة في الاقتصاد، ومعيار طريقة تحديد أسعار السلع والخدمات. لو عملنا جدول للحاجات دي يا أولاد، عند اقتصاد السوق، اقتصادات التخطيط المركزي، نظام المختلط، نظام الإسلام. فاقتصاد السوق هتبقى عندي خاصة، ملكية خاصة، دور الحكومة فرض القوانين، تحديد الأسعار، السوق عن طريق الطلب والعرض. أما في المختلط فهتبقى ملكية عامة، دور الحكومة مركزي لاتخاذ القرار، الحكومة تبقى لها دور كبير مركزي، تحديد الأسعار الحكومة هي اللي بتحدده مش العرض والطلب. أما النظام المختلط فهو مختلط في كل شيء، في الملكية وفي الموارد وفي دور الحكومة وفي تحديد الأسعار، ما بين الطلب والعرض وبين الاحتكار بتاع الدولة للأسعار. أما النظام الإسلامي فهو أيضا مختلط ما بين الأنظمة الثلاثة، يعني بيشمل الأنظمة العامة والخاصة والعرض والطلب وتحديد الأسعار والتحكم فيها وعدم الاحتكار وعدم استغلال الناس. ماشي يا شباب؟ إلى هنا لحد الجزء كده يا أولاد، تبقى احنا انتهينا من درس اليوم، درس المشكلة الاقتصادية اللي هو بيتكلم عن الندرة الاقتصادية وبيتكلم عن الاختيار والتضحية. وتكلمنا أيضا يا شباب عن الأنظمة الاقتصادية في العالم اللي هو النظام الاقتصادي السوق، نظام التخطيط المركزي، النظام المختلط، النظام الإسلامي. إلى هنا ننتهي، إلى نوصل لنهاية درس اليوم يا أولاد. ألقاكم على خير إن شاء الله في درس جديد من دروس الاقتصادية، من دروس مادة الاقتصاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.